هذه القوانين للحد من هالة الفساد. لا نستطيع أن نقول أنه بالممكن أن نقضي على الفساد بشكل تام، وإنما بالممكن أن نقيض هالة الفساد ونقوضها، وبالتالي بالممكن أن يكون هذا من خلال محاربة الفساد والمفسدين، مساعدتهم، تفعيل الدور الحقيقي لهيئة النزاهة بتفعيل الاستمارة وملأها سنويا وتعدادها. هذه الاستمارة التي تعطى لأصغر الموظفين حتى تصل إلى كبارهم. بالتالي أعتقد هذه الأمور بالممكن أن تقيض من هالة الفساد وتحد منه، وأعتقد نحن ماضين ومستمرين بتشريع هذه القوانين، وكذلك موضوع استرداد الأموال.